مساء الخير، اليوم رح أعمل أكلة هندية. ريد كاري مع تيكا مسالا، وهون متبلة صدور الدجاج. بالنسبة لتتبيلة الدجاج، طبعا فلفل أسود، مسالا، تيكا، زنجبيل، ثوم. أوكي، حكينا تيكا، بودرة بصل، ثوم، مسالا، فلفل أسود، ومعجون الزنجبيل والثوم. أول شي لا بتعمليهم على الشواي أو بنعملهم على الغاز نشوي قطع الدجاج، بس تشوفوهم تحمروا هيك ما كتير بياخد وقت، هيك بيكونوا خلصين. هيك جهزين القطع بعد ما شويتهم. طبعا أنا عاملة كمية صغيرة، هلأ رح نطبقها. نسيت احكي انه بتتبيلة الدجاج انا ضفت زيت، عشان هيك هون بالقلاية بتشوي ما حطيت اي زيت. هلأ هون حطيت معلقة زيت جوز الهند، اوكي هو بيكون جامد شوي. ضفت معهم بهارات تكة وبهارات جالا مسالا وبقلبهم سوا مع بعض. هلأ ضفت عليهم قطع الدجاج ورح أقلبهم سوا مع بعض. هلأ رح أضيف عليهم الريد كاري والتكة مسالا، النوعيات هاي كتير ممتازة للي متوفر عندهم. أكلة سريعة وطيبة كتير. ضفت هلأ المرتبانين، أنا بخلطهم مع بعض، كتير طيبين. هون لأنه بحبوا البحرق فرح أضيف شوي من التشيلي أويل، كتير بحرق. طبعا هيك غليت ونوصت عليها، وهيك بتكون طبختنا جاهزة تتقدم مع رز أو خبز.